نعم، مشاهد مفجعة على وسائل التواصل الاجتماعي للأعاصير التي وصلت 4 ولايات، والآن هناك أيضا تحذيرات من وصول الإعصار إلى ولاية إلينوي. كذلك ما لا يقل عن 80 وفاة في كافة الولايات، 70 منها فقط في ولاية كنتاكي. هناك منازل مدمرة، أشجار مكسرة، إضافة إلى سيارات نراها غارقة بالمياه. العديد والعشرات من المواطنين الأمريكيين وجهوا نداء استغاثة إلى السلطات المحلية في هذه الولايات بعد أن قالوا بأنهم محاصرون بفعل المياه من حولهم، وأنه انقطعت الكهرباء لديهم. العديد من الأوضاع الإنسانية دفعت هذه كلها إلى تغريد الرئيس الأمريكي جو بايدن للحديث عن العاصير، وقال بأن إدارة البيت الأبيض تراقب الأوضاع وأنها مستعدة لتقديم أي مساعدات في حال رغبة الولايات المحلية والسلطات المحلية بتقديم المساعدات إلى الولايات التي تتعرض إلى هذه الظروف الجوية السيئة. فضلا عن ذلك، هناك على السوشيال ميديا كذلك العديد عادت موضوع انتقاد الجمهوريين لعدم اهتمامهم بالتغير المناخي، والعديد من المناكفات بين الحزبين، لأن كما نعلم الحزب الديمقراطي يولي التغير المناخي أهمية كبرى. لكن هناك صوت رشد في عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول بأنه يجب الآن الاهتمام بالأرواح وما تتعرض له هذه الولايات، ومن ثم نبدأ الحديث بالأمور السياسية بين الحزبين.